القسم الرابع المطلقات الآيسات من الحيض أو الصغيرات. المطلقات الآيسات من الحيض يعني وصلت سن اليأس، يعني انقطع عنها الطمث، انقطع عنها الدم، أو صغيرة. هذا القسم عدتهن 3 أشهر لقول الله تعالى: فعدتهن 3 أشهر، لأن الحيضة تقوم مقام، لأن الشهر يقوم مقام الحيض. فأي امرأة أيست من الحيض، طلقت وهي آيسة من الحيض أو كانت صغيرة، فتعتد بالأشهر. وللأسف أغلب العوام عندهم قاعدة في هذا، أن المرأة عدتها 3 أشهر مطلقا. دائما يقول لك 3 أشهر 3 أشهر، هذا غلط. المرأة التي عدتها 3 أشهر هي الصغيرة أو الآيس، الصغيرة التي لم تحض أو الآيس التي انقطع عنها الدم. وأما ذوات الأقراء فعدتهن بالقرء، بالحيض، فقد تخرج المرأة من العدة في شهرين، تخرج يعني من العدة، تنتهي عدتها في شهرين أو في شهر، كما ثبت في حالات نادرة في السابق أن امرأة زعمت بأنها خرجت من العدة في شهر، فسئل النساء فأخبرنا بأنها حاضت ثلاث حيض، لأن أقل الحيض لا حد له كما هي القاعدة الشرعية، فتحيض يومين مثلا وتطهر بعد ذلك، ثم يومين وتطهر، ثم يومين وتطهر مثلا، فممكن أن تحيض المرأة 3 حيض في شهر واحد. وقد ذكر هذا الشافعي وغيره رحمهم الله تعالى.